أنا عبد القادر كنجو من حلب من باب النيرب، كنت مقيم بسفيري قديما، وبهالنزو هاجي تبركت بمنبج وصار قصف بمنبج ورحت أساعد العالم للصوبه، وضربة تانية أكلت إصابتي. الحكي هذا من 5 سنين، وبما أنه مدني ما حدا اعتنى فيني خالص، عانيت كتير، ضليت 5 6 أشهر بعد إصابتي، بعدين زوجتي تركت ومشيت، وعندي منها بنت وصبي. وراحت اشتكت علي على الدواعش انه انا عم بكفر، لا اول شيء اشتكت علي مشان تتطلق ما حسنت، قامت راحت صارت مع الحسبه وراحت اشتكت علي انه كفرت، انهزمت وجيت لهون على جرابلس، جيت لهون على المشفى راجعتهم مشان اجري انه انا هيك هيك قصتي، ما حد رد علي خالص. يا شباب اجري، اه زي ما اصابه جديده ما بنحولك على تركيا. ضلت تقريبا شي سنه لحتى الصفيحة صارت تطلع من اللحم، جيت عليه هون قال هي بدنا نعمل لك عملية، فتحوا لي عملية هون وما مشي الحال، قام انقطع معي الشريان وحولوني على تركيا. بتركيا قال اجرك هي بدها بتر، العظم صير لونه اسود، بتروا لي اياها. وهلا انا بارك هون مخيم الجبل بجرابلس، الحمد لله رب العالمين، الله بعث لي بنت حلال، والحمد لله رب العالمين الله طعمني هالطفل. هلا عندي محمد وفاطمه، عبد الرحمن وفاطمه، ومحمد ومينا امهم اخذتهم وراحت. وهلا انا هون بارك مخيم الجبل وعندي هالموتور، الله بعث لي الذين حلال اشتروا لي اياه، وبطلع بشتغل عليه توصيلات، والله برزقني اياه والحمد لله رب العالمين. بتمنى الله يفرج هالشعب على هالمعاناه وعلى هالغلاء. انا اليوم علبه الحليب كان حقها 1200 ليره، اليوم الدولار وصل 1300. أنا اليوم علبة حليب لأبني مات حسين أمنه ومثلي أمثال، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني اليوم أنا بارك بخيمة، يعني اليوم أنا صار لي 3 سنين بهالخيمة، لا إيش بدي أقول لك، يعني بالصيف نار بالشتاء برد بوز، يعني إيش بدي أقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل. معاناة يعني ماشي عجاب، يعني اكثر من لا تاخذني بالكلمه من انا اللي بارك بالارض، يعني ماشي عجاب بحسن يامن معيشته على هالغلا هذا، وحسبي الله ونعم الوكيل. يعني اليوم انا عندي طفلين وعم بشتغل على موتور، اليوم متر البنزين حقه صار 1000 ليره، يعني اجيب علبه حليب لابني الا امن لقمه الخبز، حسبي الله ونعم الوكيل. بدك تعال تنزل يلا ولي.
شو يا شيخ؟ خيرك كويس.